خلينا مع حضراتكم ومعاك محسن نشوف نتائج الجوله الثالثه من البريمير ليج. في مفاجات، اعتقد مفاجات على مستوى الترتيب، على مستوى النتائج ممكن تكون موجوده. خلينا نتابع النتائج. المان سيتي مع الارسنال 5-0. طبعا المان سيتي بيعمل نتيجه كبيره جدا على الارسنال. هتكلم معاك على الارسنال لانه طبعا في مشكله كبيره جدا. استون فيلا والتعادل 1-1 مع برينتفورد. نيوكاسل 2-2 مع ساوثهامبتون. وست هام يونايتد التعادل 2-2 مع كريستال بالاس. نوريتش سيتي والهزيمه من ليستر سيتي هدفين مقابل هدف. كمان عندنا برايتون والخساره امام ايفرتون بنتيجه 2-0. ليفربول والتعادل في مباراه اكثر من رائعه امام تشيلسي 1-1. توتنهام والعلامه الكامله من 3 مباريات 9 نقاط والفوز على واتفورد 1-0. بينرلي 1-1 امام ليدز يونايتد. ولفهامبتون والخساره امام المان يونايتد. اكيد هنقف عند مباراه الارسنال، المان سيتي والارسنال. اكيد مباراه اعتقد لكل من يحب الارسنال في العالم كله كان مباراه يعني حزينه واجواء حزينه جدا. وخساره يمكن الارسنال ويقع دلوقتي في اخر الترتيب. شفت المباراه ازاي؟ لا طبعا حاجه بعيد طبعا عن احقيه السيتي وقوته والفوز الخماسيه اللي هي جت مع الرقفه، لكن اخر 5 دقائق من المباراه اتعمل عليها احصائيه اكتشفوا انه او مش اكتشفوا، تخيل الفريق مغلوب 5 والبوزيشن طالع 97% ل 3%. دي كارثه يعني، ده كفيل انا يعني دي كارثه ما حصلتش لنادي ارسنال يمكن من 67 سنه انه تبقى النتيجه متزيل. يعني المباراه دي اشبه ما بين القمه والقاع، يعني هو مش الاول السيتي بس في القمه يعني، والقاع اللي هو بيتزيله تماما. الارسنال بصفر اهداف، صفر نقاط، وماينس 9 اهداف دخلوا مرمى. طبعا حاجه كارثيه بصراحه ما حصلتش من 67 سنه او من 70 سنه حصلت لارسنال. الكارثه بالنسبه لي مش بس الاداء والنتيجه، الكارثه في ارتيتا اللي هو بصراحه عمال يتكلم ان هو الارقام اللي قدامنا، وانت كمان خدت رقم كويس قوي، لكن الارقام كمان عندنا يعني انت بتتكلم الفرص، انت بتتكلم على الفرص، بتتكلم زيرو للارسنال مقابل 14 فرصه للمان سيتي، طبعا احرز منها 5 اهداف. بتتكلم الاهداف المتوقعه زيرو للارسنال، اهداف متوقعه 4.1، 4 اهداف، ده اهداف متوقعه، ده عدد كبير جدا جدا. نسبه الاستحواذ توتال المباراه 24% مقابل 76 في وقت اللي انت اتكلمت عليه محسن، كان وصلت لحوالي يمكن في اوقات بتبقى 91 و92 مقابل 8%. يعني كان شيء كارثي. بنتكلم على التمريرات 190 تمريره لارسنال لمقابل 805 تمريره للمان سيتي. بتكلم على التصويبات زيرو على المرمى مقابل 24 لمان سيتي، 11 ما بين القائم والعارضه، 4 عرضيات للارسنال، 18 للمان سيتي، زيرو ركنيات، 14 ركنيه للمان سيتي. ما اعتقدش مباراه الزيرو الاحصائيه ديت ما اعتقدش ممكن نشوفها تاني، وما تحصلش في ماتش ودي كمان يعني، حتى ماتش ودي ما تحصلش يعني بالمنظر ده. لا دي المباراه دي اكبر اهانه لنادي ارسنال، مش في النتيجه بس، في الاحصائيات اللي حضرتك اتكلمت فيها يعني. دي خلى واحد زي مثلا مسعود اوزيل اللي هو كان مشي من الفريق راح اعتقد فنربخشة التركي، سخر من ارتيتا لما حط له التويته بتاعته اللي هو ثقوا في سير العمليه. دي كلمه كان بيقولها دايما ارتيتا، ان هو لما حد يكلمه في حاجه يقول لك ثقوا في سير العمليه اللي هي الامور ماشيه تمام، فهو قال له ثقوا في سير العمليه بيتريق عليه يعني. كمان ارتيتا قال لك يعني كان سأل حتى بعد المباراه هل انت الرجل المناسب؟ طبعا انا الرجل المناسب، لسه ما كملناش طموحات، انا بصراحه مش لاقي يعني. الفريق ده صدم جمهوره لدرجه انت لو لاحظت يا كابتن اثناء المباراه الجول الرابع مثلا الجمهور بقى يسقف خلاص، بقى يشجع المان سيتي، بقى يشجع المان سيتي، هو مش لاقي حاجه يعملها خلاص، فبقى يشجع المنافس اللي هو. دي مباراه لا تليق ابدا بين 2 كبار يعني، بنتكلم الستة الكبار في الدوري الانجليزي منهم ارسنال ومنهم السيتي يعني. المباراه دي يعني بيتغلب حتى عشان ما ننساش برينتفورد اللي هو صعد لاول مره من 76 سنه للدوري الانجليزي، وبيتغلب 2-0 وبعدين بيتغلب من تشيلسي على ارضه 2-0 وبعدين بيتغلب 5-0. طب وبعدين بيكسب لي كده في نص استون فيلا او البيون اللي هو كان في الرابطة. لا طبعا كلام ويست بروميتش، ويست بروميتش عفوا، طبعا كلام ملوش لازمه يعني. لكن طيب، على مستوى الاداره الفنيه في اسئله كتيره جدا جدا وعلامات استفهام على ارتيتا.